بعد 3 سنوات من الركود يشهد سوق الترجمان للمرة الأولى إقبالا كبيرا من جميع الفئات، وذلك نتيجة إقامة معرض للشباب في الترجمان الذي يعرض مختلف المنتجات والتي تحتاجها الأسرة بعروض كثيرة. سلع استهلاكية، أجهزة كهربائية وملابس وغيرها من المنتجات الأساسية والسلع المعمرة المتواجدة في معرض الشباب بمنطقة الترجمان بأسعار مخفضة كثيرا عن غيرها. هذا المعرض الذي تم إقامته بالتنسيق بين محافظة القاهرة وائتلاف حب الوطن. استحضرنا الأهداف المواطن البسيط اللي لازم يلاقي طلبه بأقل الأسعار، والبائع الجائل اللي قعد 3 سنين مش لاقي، والتاجر اللي عنده بضاعة كتيرة والمفروض يصرفها، والمصانع اللي برضو اللي انتاجها برضو زايد واخدة قروض. المعرض ده معمول عشان خاطر الناس ومعمول عشان خاطر الباعة الجائلين، واهدافه سهلة خالص. الاقبال سيادتك شديد جدا، احنا مش ملاحقين يعني، ده في هنا يعني حضرتك احنا بايعين لحد النهاردة فوق 75 مليون. ده التجار اللي بيقولوا مش انا يعني، فوق ال 75 مليون ما شاء الله، الدنيا شغاله زي ما سيادتك شايفه، وبعدين النجاح غير عادي. اتاح هذا المعرض للعديد من التجار توفير منتجاتهم بعروض مختلفه للمواطنين. بدانا نتفق مع الشركات نفسها ان احنا بنبيع باسعار المصنع نفسه، وبناء على كده الناس بقت تيجي تسال هنا وتخرج تسال بره، بدا يلاقي فعلا في تفاوت وفي فرق كبير جدا عن الموجود عن السوق بره في الخارج. انا مثلا عملنا باكج، قلنا نعمل حاجه مثلا ب 6500 جنيه، ده كان فيه ثلاجه 10 قدم، وكان فيه غساله هاف تشيبا، كان فيه بوتاجاز 4 شعلة، ستانلس ستيل كامل بمروحه، وكان حاجه محترمه جدا. ولاقى اقبال من قبل المواطنين لطالما يبحثون عن افضل الاسعار. لا في العموم وفي الغالب المعرض في المتناول يعني، الاسعار كلها ممتازه، وبعدين المعرض فيه تشكيله كويسه من كل المنتجات، ادوات كهربائيه، لوازم لكل اغراض البيت، لحوم، اسماك، سلع ثلاجه وغساله وبوتاجاز ب 6500، اسعار حلوه. اللحمه 10 على 10 ب 85 جنيه بدل 160 جنيه بره، والفاصوليا واللوبيا وبتاع، بصراحه يعني انا جايبه بضع كده. خطوة من جانب منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لرفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير منتجات مناسبة في أسعارها. سالي سالم، أونلاين.